السلام عليكم. معليش انا معصب شويه، الامر فيه له مصيبه شويه في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. مصيبه لما تكون عبادتنا اللي هي لله لازم تكون خالصه لله، نرجو بها امرا دنيويا. يا اخي تعب نفسك عشان حاجه زائله. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الله يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. خذ الدنيا، علاقتك مع الله سبحانه وتعالى عبادة، نحن عبيد نحب الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يرجون أمر آخرتي، أمر الحياة الحقيقية. أنا أعبد الله عشان أبغى الوظيفة الفلانية، أنا أعبد الله عشان أتزوج فلان، أنا ليه؟ حتى دعواتنا اللي نبغى فيها الآخرة الحياة الحقيقية أصبحت الدنيا هي المقدمة. نسبية الآخرة عندنا الله يعلمها، فيجعل لنا من دعواتنا عدم الإجابة من أجل يدخرها الله سبحانه وتعالى لنا في الآخرة. وهذا والله من لطف الله. تجد الإنسان 99 من دعواته في يوم عرفة ولا في ليلة القدر يبغى الحاجة الفلانية، الآخرة 1%. فالله سبحانه وتعالى 99% هذه ما يستجيب له فيها من أجل أن يجعلها له في الحياة الحقيقية. إنه الله اللطيف يصرف عنا أشياء ويقدم لنا أشياء والله يعلم ونحن لا نعلم. ما خلقنا الله سبحانه وتعالى لكي تتعلق قلوبنا بأمور دنيوية، خلقنا لعبادته بحب. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. بحب أتينا. هذه السماوات والأرض أمرها على حب من الله سبحانه وتعالى. يجب أن تأتي إلى الله سبحانه وتعالى أثناء الدعاء بمسألة الآخرة التي أعدها الله لك، مركزية الآخرة في كل تفاصيل حياتك وخصوصا في العبادة. بس الطامة الكبيرة لما تكون العبادة كمان تنتقل إلى أمر دنيوي. إحنا أصلا لاهين في الدنيا، حتى العبادة نبغاها لأمر دنيوي. يا جماعة يقول الله، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عش في الدنيا كأنك غريب. غريب، الدنيا ما حتصفى لأحد، هي أصلا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، 99% على جناح بعوضة. يا أخي أنت كيف، معليش كلنا نقع في هذه الأزمة. أحيانا نبغى حاجة معينة كذا تشغلنا الدنيا، لكن العبادة نفكها شوية خصوصا في الأيام الفاضلات هذه، خير أيام الدنيا. الله يحب أن يرى عبده طائعا دليلا له، شوية في نية الدنيا. يا الله نصحح شوية اختصارا، خلي نية الآخرة ولقاء الله سبحانه وتعالى هي النية الأولى في دعواتك وفي أعمالك الصالحة. لما تتصدق آخرة بناء أخرى، أنا قاعد أعد الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدقة للآخرة، ابتسامة للآخرة، أتكلم مع واحد أجبر خاطره للآخرة، كله آخرة آخرة. هذا كيف يستقبل الله سبحانه وتعالى يحسن له الوفادة. ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابية. في خطة للآخرة، كل أعماله للآخرة. الله يجعلنا من عمار الآخرة، قولوا آمين. ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرا. المعلومين، شفت الحاجة اللي تطلبها لك سنين وتحس إنها هي لو جاتك الدنيا يعني خلاص كويسة صارت عندك، وإنك أنت حققت أهم أحلامك. من تعظم عندك مركزية الآخرة من خلال قراءتك للقرآن بتأمل، لأن الدنيا هذه زائلة، تستصغرها كده تقول لنا فين كنت 9 سنين 10 سنين، ليش كده سوي، ليش الله ما خلقنا لده الشيء. وحتحب الله وحتحس براحة وطمأنينة لأن الآخرة عندك أهم 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 أهم. بعد كده حتعيش صح ويتغير هذا الأمر، ونتيجته تيجي على سلوكك حتى، وتقول فين أنا كنت ضايع مشتت. وأقول لك حاجة مهمة جدا، والله يجيك العوض الجميل، لأنك أنت ما تفكر إلا في الله سبحانه وتعالى، وأعمالك كلها للقاء الله سبحانه وتعالى. فالله ما يضيعك في هذه الدنيا، يجيك ابتلاءات وهموم لكن ما خلي قلبك لأحد، خليك قوي ويعطيك ويرزقك ويفرج همك حتى تلقاه فيحسن لك الوفاد.